حباه الله ما حباه فليبعث في الأمة مجددا. قد يكون التجديد تجديد روح العصر من جماعات في هذا احنا بنعرف ان المرحلة الحالية في ظواهر تكون متشابهة في هذه الأمة جماعات. فإذا ذكرنا الدكتاتوريات وجدناها كلها متشابهة، الدكتاتوريات اللي جزء من العزال كلها متشابهة، بتحب توريد الحكم، بتقدم الأجهزة الأمنية تكبت الحريات، تعتمد على العسكر في تثبيت دعائم حكمها، هكذا ألوان الفساد عنصر أساسي، بل بتوريط الطاهرين بالفساد حتى يكونوا كلهم يعني في هذا المركب سواء. هذه الديمقراطيات أو الدكتاتوريات يعني بمعنى آخر، لأنه كانوا يسموا عنهم برضو ديمقراطيين. سمات واحدة تشاهدونها في كل العالم العربي والإسلامي اليوم. أيضا التغيير اللي حصل شفته، يعني بدأ في تونس فانتقل إلى مصر فاليمن فالمغرب فسوريا فالأردن يعني بصور مختلفة، لكنه كله نمط واحد، كأن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه أمة واحدة، إذا كان الظلم بأشكاله له سمة واحدة أيضا التغيير له سمات واحدة، لكن هذه الأمة وبدت الحركات تنهض بلا شك أن بينها شيء كأنها توصي بعضها بعضا بالمعروف وبالخير، توصي بعضها بعضا في كيفية انتقال السلطة وكيفية تداولها وكيفية بروز الإسلاميين في هذا المجال بإرادة الأمة، وهذا شيء جديد في هذا العصر، ولعله هذا بشريات لكثير من البلاد كما كان بشريات قد تحققت لبلاد أخرى. فهذه السمات المشتركة في الأمة كلها أنا أعتقد أنها بداية خير لعصر جديد لأمة المسلمين، وهذا أيضا وإن كان فاتحته حتى لا ننسى فلسطين، لأنه أول انتفاضة كانت هي انتفاضة فلسطين، طبعا إخوة السودان لا السودان، لكن الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية ثم هذا البعد الكبير المتسع في مقاومة الاحتلال نهضة للأمة وارتكازا عليها. لأنه والله يا إخواننا حركة حماس حينما انطلقت ما اعتمدت بعض الله سبحانه وتعالى إلا عليكم، إلا على هذه الأمة، على اتساع العالم الإسلامي، ارتكزت عليها واعتبرتها المرجعية واعتبرتها المدد واعتبرتها السند. هذه الأمة راهنا عليها كما لم يراهن أحد على أمة من قبل، راهنا على الأمة ونجح الرهان، ووجد الأمة بكل مكوناتها تنهض وتتولى زمام الأمر وتبعث في الناس شأن الدين وأمر الدين من جديد. هذا والله حينما نشاهده اليوم في موريتانيا بهذه الطريقة، وطبعا في سلم أهلي راقي، نعتقد بأنه بشارات من الله ونعمة من الله مزداد، لأنه النزاع والفتن ليس بممدوح مهما كان الأمر. فحينما يكون الأمر بهذه السلاسة تمضي، وإن شاء الله كل الأمور تكون في مواضعها بما فيه خيرية لهذه الأمة وما فيه رفعة لها إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، ونسأل الله أن يعني إن عمركم 4 سنوات نأتي الـ4 سنوات أخرى وقد تضاعفت قوتكم. التزام بالحضور من مين؟ يعني مني أنا؟
والله يعني ما دام انتخبوك اميرا شرعيا فانت تامر، واحنا ننتسب الى حركتكم. خلاص اليوم انا واحد منكم ولك حق السمع والطاعه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الله بارك الله فيكم. مبارك حقكم الكريم. وان شاء الله كل اربع سنوات وانتم بخير. السلام عليكم. يا حماس قال القائل.